عاوزه اسلمكم بس. بصوا بالنسبه للمحاضره اللي فاتت، حد يفكرني بتاعتنا ايه؟ احنا مقدمه بس خالص تعتبر يعني لا تذكر يعني. اخذنا فيها ايه بقى؟ حد يفكرني؟ الاي سي البيزكس اللي هي القوي، يعني الباكج ديت معناها ايه؟ ايه الكومبوننت اللي ممكن تتحط عليها؟ السكيلز بتاعتها بتكون ازاي؟ حاجات بسيطه خالص، صح كده؟ اتفقنا بقى ان المحاضره ديت هناخد ايه؟ هناخد الفابريكيشن بتاع الايه؟ الاي سي نفسه، بمعنى التصنيع، عمليه التصنيع. عشان اسهل عليك خطواته شبه عمل البي سي بي، تمام؟ فكروني كده، البي سي بي بنعمل ايه؟ اول حاجه الرسمه، صح؟ لازم ارسمها على حاجه. هنا بنرسمها على الازاز. ازاي؟ بنجيب الازاز كده، تمام؟ حتى الفيديو بيقول لك خطير عشان كده، يجيب لك جايب لك اكزامبل كده شكل، يقوم جاي حاطط الشكل ده زي فراغ على الازاز، تمام كده؟ دي اول ايه؟ شريحه. الشريحه الثانيه شريحه مقويه. الشريحه الثالثه هي بقى كانها الايه؟ النحاس معاك في البي سي بي، اللي هو بقى عباره عن ايه؟ السيليكون. اشمعنى السيليكون اللي اخترناه؟ لانه شبه موصل، صح؟ النحاس كنا بنجيبه كنت بتعمل ايه؟ بتقوم جاي طابع عليه البتاعه دي وتدخلها في الحمض، صح ولا ايه؟ عشان كل النحاس يتحول ليه؟ بلاستيك، لان البلاستيك برضه ماده مالها؟ مش موصله، لكن النحاس بس هيفضل فين؟ في الرسمه. فاللي هيحصل ايه بقى؟ ان كانها بالظبط شرايح ورا بعض اهي. شريحه السيليكون اللي انا عايز اطبع عليها الرسمه اللي انا فحرتها فين او عملتها فين؟ على الازاز، وفي النص حاجه مقويه، ونقوم مسلطين شعاع الضوء. ايه اللي يحصل بقى؟ الليزر. شو ضوء ليزر يعمل ايه؟ ياخد الرسمه دي يطبعها فين؟ على السيليكون، تمام؟ شبه البي سي بي ولا لا؟ لما كنا بنجيب المكوه ونكوي الرسمه على النحاس. طيب ايه الخطوه اللي جايه بعد ما طبعنا الرسمه؟ الخطوه اللي جايه كنا بنحطها فين؟ في محلول. على فكره برضو في خطوه هنا هنحطها في محلول. وصلت يا شباب؟ بعد ما نحطها في محلول هنبدا بعد كده نعمل ايه؟ ها، نشوف الرسمه بتاعتنا ديت بالشكل اللي احنا عاوزينه، بس الاليات هنا بقى مختلفه شويه. وصلت؟ يبقى الاي سي زيها زي مين؟ البي سي بي في الشغل بتاعها كخطوات، بس بتمر بكذا مرحله وكذا ايه؟ بروسس. هشرح لك الخطوات ديت سريعا، ماشي؟ وبعد كده نفس الخطوات دي موجوده فين؟ في الفيديو. الفيديو دوت كان نفسي اشغله بصراحه، كنت عامل حساب ان انا اشغله لك في اول المحاضره كده بس نتفرج عليه، وبعد كده ابدا اشرح لك الخطوات. انت اصلا مش محتاج مني شرح بقى، خلاص وصلت؟ انا رفعته لكم على المنصه. طيب تاني حاجه بقى هتلاقوني بقولها لكم، بديكم مجموعه اكزامبل. ايه رايك الشكل ده لما احب اطبعه هتمر بانهي مرحله او هتمر بمراحل ايه؟ تمام. تاني نقطه المفروض ان احنا عايزين نتكلم عن الاي سي بيزك فاميليز، تمام كده؟ وده هنسيبها ان شاء الله للمحاضره الجايه. وصلت يا شباب؟ خلاص. ليها بقى اسامي كده بشكل ما حسب التوصيلات من جوه، مختلفه عن الاسامي اللي احنا كنا عارفينها، تمام كده؟ ليها كذا كذا كاتيجوري يعني. وصلت يا شباب؟ خلاص. يبقى احنا كده اول بارت من الكورس بتاعنا خاص بمين؟ بالاي سي، ده اللي اتفقت معاكم عليه. الاي سي معناها ايه؟ السكيلز بتاعتها ايه؟ ال معايا يا شباب؟ معايا؟ ها؟ الباكج بتاعت الاي سي شكلها ايه؟ والانواع بتاعتها ايه؟ ده خدناه المحاضرات اللي فاتت. النهارده عايزين نعرف بقى البرودكشن او الفابريكيشن بتاع مين؟ الاي سي نفسه. دوت علشان انت الفكره تبقى حاضره معاك سريعا، ليها فيديو جميل جدا هيوضح الامور. يعني جايبها كده كانك في مصنع وجايب كل لير وحاططها ورا اللير ويسلط الضوء وكل حاجه. الفيديو ده للاسف مش هيفتح معايا دلوقتي، بس هتلاقيه فين؟ انا رافعه لك على المنصه. خلاص كده؟ طيب بالنسبه بقى للنهارده هناخد اول حاجه اللي هي الاي سي فابريكيشن بروسيس، العمليات عندي. تعال نشوف هيشرحها ازاي. بيقول لي هنا يعني مثال مثلا للرسمه اللي هناك دي، الرسمه ديت شفناها المره اللي فاتت ولا لا؟ كانت عباره عن ايه؟ حد يفكرني كده؟ كنا اخدنا نوعين للتحويل من ايه لايه؟ مش ايوه، من السيمي كوندكتور للكوندكتور. نوعين، حاجتين، ايه هما؟ الان طيب والبي طيب، صح كده يا شباب؟ ايه الفرق بينهم؟
كانت في واحده بنحط ذره فسفور علشان تقدر ان هي تسيب الكترون حر، فبالتالي الالكترون الحر ده هيوصل كهرباء. او النوع الاخر ان انا بيكون عندي سيليكون وببدا ان انا ايه اعمل ايه اللي هي الفجوات اللي احنا شايفينها دي علشان يديني شكل الترانزستور اللي كان فيه كام دخل او كام طرف، ثلاثه اللي هم عباره عن السورس والجيت والدرين، واخدناهم المحاضره اللي فاتت شكلها ايه بالظبط كسيمبل، واكيد انتوا اخدتوها في كورس الالكترونكس. وصلت يا شباب؟ تمام. بيقول لي هنا بقى علشان يبقى في عندي ستيبس ان انا اطبع حاجه زي ديت على اي سي، اطبعها ازاي؟ في عندي مجموعه ستيبس. تمام. قال لي اول حاجه بريبيرنج الفوتو ماسك. الفوتو ماسك ديت اللي هي زي ما بقول لكم في شريحه هحفر عليها الايه الشكل اللي انا عاوزاه. تمام. قال لي هنا الفوتو ماسك عباره عن شريحه رقيقه مصنوعه من ايه؟ ها، من الزجاج او ها كوارتز. خلاص كده بنعمل عليها ايه بحيث يحتوي على الشكل اللير المراد ايه توقعها على شريحه مين؟ السيليكون. فاداني مثال، لو انت عايز حرف الاتش ده يطبع على السيليكون هعمل ايه؟ هجيب شريحه من الزجاج او من الكوارتز وابدا ان انا ايه اطبع عليها مين؟ حرف الاتش. تمام كده. لسه هتلاقوا بقى في تو لايرز تانيين في تكمله الايه الايه الخطوات دي، بحيث ان انا هحط الضوء ده هيعمل ايه؟ هيطبع الشكل ده فين؟ على الايه السيليكون عندي. او تمام كده يا شباب. فطبعا هنا يبقى اول خطوه ايه هي؟ بيرنج لمين بقى؟ ها، الفوتو ماسك. يبقى الفوتو ماسك ديت لازم ان انا اجهزها. الفوتو ماسك ده عباره عن ايه؟ عن الشريحه اللي انا بحط عليها البتاع، كانها كده في البي سي بي الورقه اللي انا حطيت عليها الرسمه. خلاص. قال لي هنا الفوتو ماسك از افلات بلات، يعني شريحه رقيقه، ميد اوف كوارتز اور جلاس كونتيننج ذا ايمج اوف سيركت لير، عليها الرسمه. طب وبعدين؟ ات از ترانسبيرنت. ترانسبيرنت يعني بتكون شفافه، صح كده؟ only in the areas where the laser light should pass through. حد عارف يعني ايه؟ بتكون شفافة في الأماكن اللي الليزر هيعدي منها، بمعنى أصح الرسمة بحطها بشكل بحيث إن الليزر لما يقع من الفتحات دي أو الفجوات ديت يطبع الرسمة ديت فين؟ على السيليكون. خلاص كده يا شباب؟ تمام؟ هو أنتوا بتناموا ولا أنا بتهيألي؟ صح؟ ونتخيل ده انا حاسه ان احنا قاعدين في زحمه. ايه النور يا جماعه؟ طيب ماشي خلاص. طيب بعد كده بقى الماسكس ار كرييتد باي ايه بقى؟ ها، كمبيوتر ادد ديزاين، يعني بمعنى اصح ممكن ان انا استخدم ادوات كمبيوتر عادي واعمل بيها الديزاين اللي انا هحطه على شريحه ايه الازاز بتاعتي دي. طب دي اول خطوه. طيب تاني خطوه الفوتو ايه؟ ها، لايسوغرافي، يعني ايه؟ عمليه ايه؟ الطباعه. يبقى تاني خطوه اهي. يبقى اول خطوه ادى لوح الازاز عليه الرسمه اللي انا عايزه اطبعها. تمام كده. ده من الزجاج او الكورتس. ماشي. تاني خطوه يكون عندي بقى اللي هو ايه؟ الفوتو لايسوغرافي. جرافي. خلاص يا شباب. طيب المرحله ديت بقى والعمليه دي بيعمل ايه؟ بيبدا يسلط الضوء عليها عشان تطبع على السيليكون. بس قال لي هنا الخطوه اللي جايه بيعمل ايه بقى يا باشمهندسين؟ بيبدا يسلط الضوء على الفوتو ماسك اللي هي على الشريحه الزجاجيه، بحيث ان ايه؟ ان يبدا الشكل دوت يتطبع على السيليكون بس بواسطه ماده حساسه اسمها ايه؟ ها، الفوتو ريزيستس. فوتو ريزيستس. يبقى كان بالظبط ادى السيليكون. تمام كده. ده السيليكون اهو بيحط هنا ايه بقى؟ فوتو ريزيستس علشان الضوء لما يقع هنا ديت تقوي الايه الشكل ده فيتطبع فين يا باشمهندسين؟ هنا. خلاص كده يا باشمهندسين؟ تمام؟ دي ممكن تكون يا باشمهندس الطرق حتى لو البدائية، بس أكيد لازم حتى لو في حاجات بتسرع العمليات ديت، بس هي دي الحاجات الأساسية.
اكيد انت تشوفيها، بقولك الفيديو هيوضح لك الكلام ده خالص. خلاص كده يا باشمهندسين، ممكن يكونوا مثلا يستخدموا بقى مواد اخرى للتصنيع، بحيث ان هو زي ما انت فاهمه مثلا يعني ايه الورق. الورق يا شباب بتصنع من حاجه واحده ولا اكتر من حاجه؟ اكتر من حاجه، صح ولا ايه؟ تمام. فممكن برضو يكون في بعض المواد المستحدثه الاخرى اللي بدا استخدامها بدل دي، بس احنا بنديكم بس الايه المفاهيم الرئيسيه. طيب تمام، دي تاني خطوه عندي اهو، الشكل عندي اهو يا باشمهندسي اهو، عندي هنا السيليكون وهنا ايه الشكل اهو، عشان لما الضوء يقع يعمل ايه، يبدا ايه يحط الشكل بالشكل ده هنا. بس اللي في النص ديت مالها بقى؟ عدسه بتعمل ايه، بتقوي الايه الضوء اللي نازل، بحيث ان هو يبدا يحطها. كل الكلام اللي انا بقوله لك ده يا باشمهندسين مشروح معايا عربي وانجليزي، خلاص يعني لازم اقوله لك خطوه بخطوه، ولا الشرح بتاعه كده واضح ليك؟ تمام. طيب دي كلها يا باشمهندسين الخطوه ايه وبي، بصوا كده جوه الستيب رقم 2 اللي هي الفوتو سوجرافي، جواها يا باشمهندسين بعض الخطوات. ايه هي بعض الخطوات؟ اهو اول خطوه ان انا لازم يكون عندي السيليكون ده، هحط عليه طبقه تمام كده علشان تقدر ان هي ايه احط عليها الايه الصوره دي. تمام، الطبقه ديت بتكون حساسه للضوء. تاني خطوه لازم ان انا امرر الضوء بالفعل، بس عشان امرر الضوء لازم يمر على ايه، على الزجاج ده، ولازم يكون في حاجه بتعمل ايه، بتعمل تقويه للاشاره دي. تمام، وبعد كده يبدا يعمل ايه بقى، يطبع بالفعل الايه الصوره ديت على النحاس. طيب يبقى اول خطوه قلناها هي ايه، بريبيرنج لمين، الفوتو ماسك اللي هي دي. تاني خطوه عمليه الطباعه، الطباعه على مين، على السيليكون، بس بتمر بمجموعه خطوات، يعني بمعنى اصح طبقه السيليكون لازم احط عليها طبقه مقويه، وبعد كده هعمل ايه في حاجه يا شباب مش ونسين، ضحكوني معاكم من الاخر يعني، في طبقه في النص بتقوي الاشاره دي، وابدا ان انا احط ايه الضوء علشان يطبع لي الرسمه ديت هنا. طيب انا خلاص طبعت كاني بالظبط كده في البي سي بي، جبت الورقه وحطيت عليها مين، الطباعه بتاعت الايه الرسمه، بعد كده جبت النحاس وحطيت الورقه وعملت ايه عمليه الطباعه اللي هي بالمكوه. فاكرين الخطوه دي احنا اخدناها زمان؟ طيب بعد كده بقى ايه اللي المفروض يحصل اهو، قال لي هنا بقى بريفورم ذا ريكوايرد تريتمنت، في بعض عمليات المعالجه اللي لازم تتم. خلاص كده يا شباب، طرق المعالجه دي بقى فيها كذا حاجه بتتم، مش حاجه واحده اهي. اول حاجه عمليه الاكسده، اوكسيديشن، هنا معناها ان انا لازم اعمل عمليه اكسده لمين، للسيليكون. تاني حاجه لازم ان انا اعمل ايه بقى، هو السيليكون ماده موصله ولا غير موصله؟ شبه موصله. طب احنا دلوقتي الرسمه اللي عليها دي عايزينها تبقى موصله ولا تبقى شبه موصله زي ما هي؟ موصله. يبقى لازم تاني خطوه دي معناها كده، معناها ان انا لازم احول بقى السيليكون لا اما للنوع ان لا اما للنوع بي، يبقى البي تايب او الان تايب. طيب ثالث خطوه ها الديبوزيشن، دي معناها ايه؟ ها لازم ان احنا هنحط ترسيب ماده اخرى على سطح مين، شريحه السيليكون، وبعد كده لازم ان انا اعمل ايه بقى، ابدا احفر الشكل اللي عندي دوت. وعمليه الحفر بتبقى عن طريق الايون جان اللي هي بطريقه جافه، نحفرها بطريقه جافه، او عن طريق ايه بقى، حاجه اسمها الهيدرو فلوريك اسيد. خلاص كده يا شباب، ليه عن طريق محلول او حاجه هو اللي يبدا يعمل عمليه الحفر للرسمه ديت على السيليكون بالفعل. خلاص كده يا شباب تمام. طيب تمام، يبقى كده ثالث خطوه عندي في بعض العمليات اللي لازم نعمل بها تريتمنت، يبقى ثالث خطوه عندي علشان اطبع الاي سي على السيليكون ان انا لازم اعمل تريتمنت. والتريتمنت ازاي يا باشمهندسين، فيها كم مرحله؟ مرحله الاكسده، وبعد كده ها اللي هو ايه، ها التحويل، تحويل لايه بقى، تمام، وايه كمان، ها ثالث خطوه الحفر، صح كده يا باشمهندسين، ثلاث عمليات بيتموا عشان اعمل معالجه على شريحه السيليكون بعد ما طبعت عليها مين، الدايره بتاعتي. خلاص كده. طيب تمام، رابع خطوه بقى
طبيعي. انت بعد ما طبعت الرسمة على النحاس ودخلت النحاس في الحمض، ايه اللي المفروض يحصل؟ لازم اي حاجة زيادة فيها نحاس هتشيله، صح؟ هنا بقى لازم اي حاجة باقية من الفوتوريزيستس دي اعمل لها ايه؟ اعمل لها ريموفنج. خلاص كده يا شباب، حاجة انا مش عايزاها لازم اعمل لها ريموفنج. يبقى رابع خطوة هي الريموفنج لاني ريميندنج فوتوريزيستس. وبعد كده هناخد الاكزامبلز على طول. يبقى انا عندي كام خطوة اساسية او كام مرحلة اساسية؟ 4. ريموفنج لاني ريميندنج فوتو ريزيستس. تمام يا شباب؟ حد عنده مشكلة؟ ها ده اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة. في مشكلة؟ ناخد examples. بيقول لي what are the steps needed to، خد بالك ايه الخطوات اللازمة عشان اعمل ايه بقى؟ convert، تحويل the shown to areas. تمام كده؟ اللي هو عندي بمعنى صح بي طيب جواها 2 ان. تمام كده؟ 2 ان طيب on a silicon wafer of بي طيب. عايزة اطبع اللي هي الشريحة اللي بالان طيب على البي طيب. ايه بقى الخطوات يا باشمهندسين من وجهة نظركم حسب الخطوات اللي مكتوبة قدامي؟ خد بالك من حاجة، الرسمة اللي الرسمتين دول هم حاجة واحدة، الرسمتين دول حاجة واحدة، بس حد عارف الفرق بينهم ايه؟ احنا خدنا في اعداد الرسم بس، مصورينها من الجنب ومصورينها من فوق. طيب منطقي بقى انهي واحدة فيهم اللي نحطها على شريحة الازاز؟ بس يبقى انا وقتها مطلوب مني اعمل ايه بقى؟ على ازاز. وبعدين لا، يبقى دي اسمها ايه بقى؟ بريبيرنج لمين؟ الفوتو ماسك. وبعدين بس لازم احط في النص ايه؟ الحاجه اللي الشريحه اللي بتقول ايه؟ الضوء ده، او عشان تقول الرسمه وترسمها لي على السيليكون، صح كده ولا ايه؟ وبعد كده ايوه الامبلمنتيشن. تمام ها اللي هو الترسيب، صح؟ ها الديبوزيشن، بعد كده اللي هو ايه؟ عمليه الحفر. وبعد كده ريموفنج لاي زيادات. اهو بصوا كده يا شباب، البريبيرنج للفوتو ماسك. طب سؤال يا شباب، بالنسبه للخطوات دي بفتح بس معاك الدنيا، شكل الاسئله يجي فيها ازاي؟ ده كلها رسومات وحاجات. ها ما هو ام سكيو، انا عارفه والله. دي حاجة، وباش بنسى قالت حاجة تانية، هما دول اصلا اللي في ذهني. ايه كم؟ الترتيب مظبوط. انا ممكن اقول خطوة قبل خطوة واقول لك فندسة زي حضرتك الحمد لله. ها؟ ها؟ ترو فولز. ممكن اقول لك في خطوة قبل خطوة، ممكن اقول لك الستيبس اللي في الطريقة الفلانية كذا وكذا ولا كذا مع كذا، يعني فاهمين كذا ولا يعني بالترتيب، اللي هم ان ذا سيم اوردر بالترتيب، لازم يحصل دي بعدها دي ولا دي قبلها دي. وادلك اختيارات، مش لازم ترو فولت. مش مساعدك، اقتراح حلو قوي. ممكن اديك رسمه تمام كده واقول لك ديت ايه بالظبط، يعني اديك حاجه من دول واقول لك انهي واحده من دول، صح ولا ايه يا شباب؟ الباشمهندسه قالت لي برضو ممكن عن طريق اللي هو ايه، ها قولي كنت بتقولي عن طريق نسيتي. ها خلاص تمام، ممكن احط مجموعه الاستيبس واحط في النص واحده غلط او واحده ناقصه. ايه تبقى ناقصه؟ يعني اوقعكم يعني. طيب حلو خلاص، الباشمهندس قال لي كده ازاي اوقعكم في الامتحان. خلاص طيب تمام، مش هنخرج عن الموضوع. ايه؟ اتفضل. تمام كده يا شباب، يبقى اول خطوه عندي ايه هي بقى؟ ها انا عايز اطبع الشكل ده اهو عشان بس ما يخرجش بره الموضوع، عايز اطبع الشكل ده. عايز اطبع الشكل ده اعمل ايه؟ ها اول حاجه بريبيرنج للفوتو ماسك. اهو قال لي ده عباره عن ازاز، لكن خدي بالك ان المنطقتين دول او الفجوتين دول ترانسبيرنت، شفافه. انا ممكن اقول لك بقى بدل ما اقول لك ترانسبيرنت اقول لك ان هي معتمه، يعني ايه؟ فيلد، ملانه. ايه رايك؟ مش هتنفع، لازم تكون اصلا ايه؟ ترانسبيرنت، صح؟ طيب بعد كده بقى ايه الخطوه اللي جايه؟ اهو ها الفوتو سوجرافي. وخلي بالك هتلاقيني حاطه لك النقاط، فاكرين مكان عندي كذا خطوه بتحصل فيها؟ هتلاقوني حاطه لكم هنا ايه؟ عمليه الطباعه الضوئيه. لازم اول حاجه اعمل ادنج لمين؟ الفوتو ريزيست. ثاني حاجه ها باسنج اللايت ثرو
الفوتو ماسك، يعني اجيب الضوء احطه فين؟ على الفوتو ماسك. تالت حاجه ريموفنج ليه السوفت نت ريزيستس يوزنج ايه بقى؟ كيميكال سوليوشن اللي هو عمليه ايه؟ ليه عمليه ايه بقى؟ ها شبه الاكسده، هي مش اكسده بس لسه اكسده جايه بعدين كمان. خلاص كده رابع خطوه والاخيره احط ايه؟ الويفر دي يا باشمهندس ليها شريحه السيليكون، فين بقى؟ في الفرن. ليه بقى؟ ها تقول الرسمه اللي انا عايزاها تطبع بعيدا عن بقيه الحاجات اللي على شريحه السيليكون. طب دي تاني خطوه. خلاص تالت خطوه ها هعمل عمليه بقى ايه؟ المعالجه. عمليه المعالجه هتتم ازاي؟ استخدم طريقه ايه؟ في طريقتين، يا اما طريقه دراي او طريقه ويت، يعني عن طريق اللي هو الحاجات المؤكسده وكده. طريقه الدراي عن طريق الحفر، فقال لي هنا عن طريق الايه؟ الاين جن. خلاص كده يا شباب تمام. طيب بعد كده بعد ما خلاص جبنا الشريحه دي وقعدنا عملنا الحفر ده، رابع خطوه عايز اعمل ايه بقى؟ هشيل الزيادات. يبقى الخطوات كرسم اهي، تعالوا كده نمشي خطوه خطوه من هناك. اول حاجه ديت البي، طيب جينا حطيناها على الايه؟ عايزين نحطها على الازاز. بعد ما حطيناها جبنا هنا مين؟ ها الايه؟ اللايت هينزل على ايه؟ الازاز ده اللي هو اسمه فوتو ماسك. لكن الفوتو ريزيستس دي اللي هي ايه؟ الماده المقويه اللي بنحطها على السيليكون. نبدا نسلط الضوء، الضوء يقوم نازل عامل مكانه ايه؟ طابع مكانه اهوت على السيليكون. بعد كده احنا بقى نعمل عمليه ايه؟ خدت بالك ان كانه ده شكل بس، لكن مفيش عمليه حفر. شفتوا زي الاي سي لما كنا بنيجي نحطها مش في البنات لازم تنزل جوه الحاجه، كنا نعمل ايه بقى؟ نجيب اللي هو بتاع ده اسمه ايه؟ الدريل، ونبدا ان احنا نحفر بيه الايه؟ المكان ده. فهنا حفر المكان دوت اهو وعمل بالفعل الايه؟ البي ان. صعبه يا شباب؟ تمام؟ طب مثال تاني. الخطوه الاخيره بقى. الخطوه الاخيره. ما عادش لها لازمه بقى خلاص. الماده المقويه دي عاد لها لازمه؟ ما عادش لها لازمه بالنسبه لي خلاص. طيب تمام. الشكل ده عايز يطبع، بس المره دي ما قاليش اطبعهولي على سيليكون، قال لي اطبعهولي على ايه بقى؟ على معدن تمام كده محطوط على سطح الويفر ده اللي هو السيليكون. يبقى انا هجيب طبقه السيليكون لازم احط فوقها ايه؟ المعدن. تمام كده يا شباب؟ فالشكل اهو. اول خطوه احنا عارفينها ايه هي؟ بريبيرنج لمين؟ الفوتو ماسك. ممكن تعمله بايدك ممكن، او ممكن تعمله عن طريق برنامج. طيب بعد ما كونت الايه؟ الفوتو ماسك وخليت الشكل ده ترانسبيرنت، تاني حاجه بقى هعمل ايه؟ اهو ادي طبقه السيليكون، فوقيها طبقه ايه؟ المعدن. طيب بعد كده بقى هبدا اعمل ايه؟ اطبع الشكل دوت على المعدن ده، ونفس الخطوات خدوا بالكم بدون تكرار بقى اهو. لازم اول حاجه اعمل ادنج للفوتو ريزيستس دي اللي هي بتقوي الاشاره اللي جايه. تمام كده يا شباب؟ يبقى الفوتو ريزيستس لها علاقه بتقويه الشكل نفسه ولا ليه علاقه بتقويه ماده السيليكون؟ الشكل نفسه اللي عايز يتطبع. خلاص بعد كده اعمل ايه بقى؟ اسلط الضوء، فلما اسلط الضوء على الشكل هو يقوم عامل ايه؟ طبعها بشكل قوي. بعد كده بقى اعمل ايه؟ اشيل اي زيادات. فيها مشكله يا شباب؟ طب رابع خطوه هعمل ايه بقى؟ الماده اللي هي انكفرد بالميتال سيرفيس دي هبدا ان انا ايه؟ اشيلها. طيب الخطوات ديت يا باشمهندسين ممكن نصيغها في شكل رسومي بالشكل ده اهو. انتوا بقى اللي اشرحوا لي بقى، انا شرحت الخطوات، انتوا اللي قولوا لي بقى من الرسمه. اول حاجه ايه اللي عملها؟ شريحه السيليكون، شريحه المعدن، ها وبعدين المقوي عليها، وبعدين رحنا بقى للفوتو ماسك، جهزنا الفوتو ماسك على ازاز، وبعد كده عمل ايه؟ سلط الضوء، وبعدين خلي بالكم لا مش لسه مش هيشيل المقوي دلوقتي، ده المفروض يعمل عمليه الحفر. لو تلاحظوا هنا
بدا يحفر في مين بقى؟ في السلجون، صح ولا ايه يا شباب؟ المعدن والسلجون ده هو الاساس اصلا معايا السلجون، بس هو ما هو يعمل ايه؟ ما انتش فاهمه، هو بيحفر ليه يا باشمهندسين؟ كانه بيحفر الايه، المعدن نفسه مع السلجون في المنطقه دي، وبقيه الاجزاء اللي حواليها دي تبقى ايه، كانها يعني اشباه موصلات، مش هتوصل لحاجه. خلاص كده، بعد ما حفر بقى هيبدا يعمل ايه؟ هيشيل اي حاجه فيها الايه. خدت بالك ان الماده المقويه شالها اصلا؟ خلاص خلاص يا شباب، المعدن فضل زي ما هو. شباب معايا؟ المعدن فضل زي ما هو، مفيش فيه مشكله. المعدن فوق السيليكون، لكن الماده المقويه اللي فوق اللي بالخط الاسود اللي تحت السيليكون، اللي فوق ايه الماده اللي هي بتاعت مين؟ المعدن. فلما حفر المعدن كانه وصل للسيليكون ولا لا؟ صح كده يا شباب. لكن الماده بتاعت بقى المقويه للضوء هتلاقيها لازمه عندي، شيلها بقى. شفت الخط الاسود اللي كان موجود على الدايره؟ بتروح كده تجيب بتاعت صنفره وتقعد تشيل الحاجات دي كلها. خلاص كده يا شباب، تمام. يبقى هي فعلا شبه الخطوات بتاعت البي سي بي ولا لا؟ بس الطريقه مختلفه شويه. طيب، في بقى على الكلام ده امثله، مش مثال واحد. هتلاقوا عندكم مثلا الشكل ده بقى، ده بقى معلش يعتبر يعني ايه معقد شويه عن الاشكال اللي فاتت. ده بقى شكل مين؟ خدوا بالكم ان في اول المحاضره خالص كنت بقول لك ايه رايكم نعمل فابريكيشن لمين؟ للبي تايب اللي هو الترانزستور، صح كده؟ اديت لكم كام شكل في النص بس يوضح الدنيا ماشيه ازاي. طب شكل زي ده هيتعمل ازاي؟ انا عندي كام ان الاول؟ 2، بس كام فتحه؟ ركزوا في دي لان ده هيرعاها دلوقتي في الشغل. عندي كام ان؟ 2، كام فتحه؟ 3. تعالوا بقى نشوف هيعملها ازاي. بصوا بقى يا باشمهندسين، انا هعمل بس روتيشن للشكل ده، اهو. اول حاجه البدايه بادئه من هنا. ستيب رقم 1 عمل ايه؟ احنا عايزين نطبع البي تايب سيليكون، تمام. يقوم يعمل ايه؟ جاب السيليكون حط فوقيه الفوتوريزيستس، الماده المقويه. رقم 3 طبعا لازم نجهز مين؟ الفوتو ماسك، جهزناها خلاص وطبعنا عليها الحاجه. بعد كده نمرر مين؟ ها، الضوء. يقوم الضوء، خدت بالك الماده المقويه هنا والماده المقويه هنا بقى شكلها ايه؟ ها، كام فجوه؟ ليه بتوع الان دي فيها مشكله لحد الان؟ طيب الخطوه اللي بعدها رقم 4، ها، الان امبلمنتيشن. ان امبلمنتيشن ايه؟ عمليه الحفر. هتلاقي الان نزلت تحت، دي معناها ايه؟ ان احنا عملنا عمليه الحفر. بعد كده الماده المقويه لها لازمه، شالها. لحد هنا في مشكله؟ طيب يبدا بقى يكمل تحت، ها، رجع حط هنا طبقه تانية من مين؟ ها، ليه؟ بتاعت الجيتس. يبقى المره الاولانيه كان ماشي مع مين؟ الشكل بتاع الان بي عايز يطبع. المره الثانيه ضاف السيليكون في عمليه الايه، الاكسيديشن، اللي هي الاكسده، عشان يعمل ايه؟ عشان يحفر بعدها ايه اللي هو ايه، الثقوب اللي عندي. يعني احنا كاننا عملنا العمليه بتاعت الاربع خطوات دول كم مره؟ مرتين. وصلت يا شباب؟ خلاص، يبقى ضفنا سيليكون تاني وحطينا عليه ماده مقويه تاني، اهي خطوه رقم 7. الخطوه رقم 8 رحنا للوح ازاز تاني، عملنا عليه كام فتحه المره دي؟ 3. 2 على الان وواحده ما هياش على الان. بعد كده عملنا ايه بقى؟ ها، طبعنا الشكل، رجعنا عملنا عمليه الحفر. بعد ما حفرنا الاربع التلات ثقوب دول عملنا ايه بقى يا باشمهندسين؟ شلنا الزيادات، ماشي. وبعد كده عملنا ايه كمان بقى؟ حطينا معدن. خد بالكم الشكل فوق كان شكله ايه؟ بصوا معلش هتيجي بالجنب شويه. خدتوا بالكم الشكل ده؟ ده معدن، كان الثقوب ديت مالاها بايه؟ بمعدن. عشان كده تيجي تبصوا هنا تلاقوه حط ايه يا شباب؟ ها، معدن. وبعد ما حط معدن رجع حط ايه بقى؟ ها، عايز يحفر المرض، بس الحفر لمين بقى؟ لمعدن. فهيرجع تاني بنفس الخطوات. يبقى احنا يا باشمهندسين الخطوات ديت في رسمه زي دي اتعملت كم مره؟ 3 مرات. حد عنده مشكله؟ ها، صعبه يا شباب. الخطوات دي بقى يا باشمهندسين هتلاقوها مكتوبه اهيت بالشكل ده، خطوة خطوة بس. طبعا أنا بقولك بحب الحاجات الرسومية، بحس إن هي بتوضح الإيه، الفكرة أكتر. خلاص، لو الستبس ديت
مكتوبة بالشكل ده خطوة خطوة يعني. وصلت؟ خلاص كده المحاضرة خلاص.